في بداية مداخلتي القصيرة أن أشكر جميع الأصدقاء والرفقاء الذين تذكروا اليوم أن هناك وطنا احتل منذ 30 عاما وانتهكت سيادته ودمر بنيانه وأن آلاف اللبنانيين قتلوا وجرحوا وهجروا من بيوتهم من أجل مصالح فئوية وفردية ومن أجل صفقات مع عدو لم يفوت فرصة منذ وجود في المنطقة إلا واستغلها للقضاء على ما بقي فينا من وحدة حال ومن كرامة وطنية ومن قدرة على الصمود. أشكر كل وطني منكم أراد اليوم أن يقول نعم للعدالة في القضاء ونعم للعمل بالقوانين وفق التشريعات ولا للاستنسابية والعنصرية والفساد في القضاء وفي الدولة. أقف معكم وإلى جانبكم كما فعلت دائما لإحقاق الحق ولو بعد 3 عصور. وكل فرد منا يعرف ويميز بين الحق هذا وبين الباطل. نقف سوية وقفة عز أمام أحداث قوانين لا علاقة للقانون بها وأمام مستقبل مبهم لا أشاهد عن بعد منه وعبر وسائل الإعلام غير المطالبة بالحقوق دون جدوى وغير مجموعات من الطلاب والعمال والموظفين والفلاحين المتعبين والتائهين في أرجاء وطن ضائع بين الفساد وفوضى الطائفية. فعلام عفيت في الأمس يا شعب لبنان عمن قتلوا منك أعدادا خجلوا من ذكرها. فعلام عفيت عن قاتل أخيك وأبيك وأمك وولدك الأبرياء إذا كانت شروط عيشك مذلة بهذا المقدار. وهل دم لبنان أرخص من دم عائلاته السياسية؟ علام يلاحقون الذي قتل أحد أمراء الحرب ومشعليها بعد أن دار لسنوات دفة القتل فيها واستجد إسرائيل وأمريكا معها لاجتياح بلاده. فقامت حرب لبنان لأسباب شخصية أم لأسباب سياسية. لا يمكنكم أبدا إبرام القوانين غير العادلة باسم الشعب ولا يمكنكم كيل الاتهامات الباطلة للمتخوصين الشرفاء فقط لأن تواريخكم ملطخة ولأن أصواتكم ترتفع عبر الأثير متى شئتم. إذا لم تكن 30 سنة من السجن والنفي كافية وإذا لم يكفكم كيلو ب6 أفراد من أسرتي بعد قبل قتلهم ومنهم أبي وأمي وإذا لم تكن أسوأ معاملة عرفتها سجونكم أيضا كافية وإذا لم تشبعوا من الكذب طيلة هذا الوقت فأنا جاهز اليوم للتضحية من جديد حتى تقوم قيامة لبنان.